في هذه الحلقة غادي تعيشوا معنا أجواء حياة الرحل بمختلف طقوسها وتقاليدها على إيقاع ألوان موسيقية من بلدان مختلفة مثل النيجر والجزائر والهند وجزر القمر، مع الحضور القوي بطبيعة الحال للتراث الحساني المغربي. كل هذا في حلقة خاصة عن مهرجان محاميد الغزلان الدولي للرحل في برنامجكم الثقافي دوزيماغ مساء الاثنين، فكونوا في الموعد.